السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برين تيست 3 ليفل 262. جو ماست هاندل ذا سلايم، يعني يجب على جو التعامل مع السلايم. هنبص نلاقي ان في هنا سلايم عليه قلبين، وفي هنا ثلاث قلوب، وفي هنا ثلاث قلوب اللي هما الازرق والاحمر، الوحيد خمس قلوب. هناخد السلايم الصغير اللي عليه قلبين، هنأكله السلايم الأحمر اللي عنده خمس قلوب، هيتساوى مع الأزرق اللي قصاده، كل واحد تلات قلوب. هناخد ده كبير هياكله الأحمر ويخطف هما الاتنين، هيبقى السلايم الأزرق معاه تلات قلوب وجو معاه أربع قلوب، وبكده هيبدأ يتعامل جو مع السلايم الأزرق اللي معاه تلات قلوب ومع أربعة، يفضل معاه قلب، ويبقى كده جو قدر يتعامل مع السلايم. أتمنى يكون فيديونا اللي عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.